مرحبا، معكم شف ليلى فتح الله، مناصرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للحد من هدر الطعام. مش عيب أبداً أنه نرجع نحنا نستخدم بقايا الطعام اللي بتبقى عنا من قبل بنهار، بالعكس نحنا فينا نحسن فيها ونحضر من البقايا وصفة جديدة نقدر نستعملها ونطعمي غيرنا منها. في كتير وصفات منحضرها وبتبقى عنا، طيب شو بنعمل فيها؟ منحطها بالبراد أو فينا حتى نحطها بالفريزر لا استعمال لاحق، يعني فينا ناكلها على إفطار تاني أو حتى على السحور. إذا حدا قدم لنا أكل نحن ما منحبه أو عنا حساسية عليه ما منرميه، منعطيه لحدا تاني ممكن حتى أنه هو يستفيد منه. إذا في أشياء عنا ما بتتاكل مثل قشور الفواكه، أكياس الشاي، أي شيء نحن قشور البيض حتى، فينا نستعملهم لتسميد الأرض بدل ما نرميهم بالزبالة.